أهلا مشاهدينا، نواصل مد الشروق المباشر والحي. السنة الماضية احتفل الشارع السوداني بالديمقراطية حقيقية، ودائما الحديث في فترة من الفترات قبل أكثر من 30 عام الحديث عن النقابات وقدر كيف إنه هي بتأسس وبتمد لأن السودان ده يكون أخضر وأنضر، والنقابات كان عندها تأسيس حقيقي في الإصلاح الوطني في الحركة الوطنية الرائدة، وهي كانت تقف ضد الأنظمة الشمولية الدكتاتورية في فترة من الفترات، لذلك كان التأثير وصداها كان كبير لأنه بتضم عمال وموظفين هم من أصحاب الخبرة الكبيرة وأصحاب التأثير الواسع. لذلك في السنة الماضية كان الاحتفال حقيقي بنقابة الصحفيين السودانيين اللي كان فيها ديمقراطية حقيقية لانتخابات حقيقية بين الصحفيين، وشفنا قدر كيف كان في فرحة كبيرة عن طريق أو بجانب الصحفيين للأجهزة الإعلامية ككل أنه تكون في ديمقراطية على أرض الواقع، والاتحاد أو نقابة الصحفيين هي بتمد لأنه في نقابات تانية إن شاء الله حتصير على نهجها بذات الديمقراطية. إذا للحديث عن مشروع هذه النقابة ووصلت لوين منذ فجر الانتخاب حتى الآن، نسعد جدا أن نستضيف الأستاذ وليد النور زكريا سكرتير الشؤون الاجتماعية بنقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك، وصباح الخير عليك وعلى مشاهدي الشروق. الله يجزي خير. طيب نرجع بالتاريخ شوية كذا وفزلكة سريعة كذا، قلنا طيب. بالزمن أنه النقابات كان عندها تأثير حقيقي، حركة الوطنية أو النضالات ضد الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، فهل لسه ممكن نتذكر بذات التاريخ النقابات أو نقابة الصحفيين اللي أنشئت حديثا؟ نعم، نقابة الصحفيين اللي أنشئت حديثا هي طبعا قامت على إرث نقابة، أول نقابة للصحفيين السودانيين كانت في 46-52، ثم جاءت آخر نقابة منتخبة كانت في نقابة 88، وتم حلها بمرسوم، المرسوم الثاني لدولة الإنغاز كان هو إلغاء نقابة الصحفيين السودانيين كانت منتخبة فيها بعض الناس لا زالوا أحياء. طيلة فترة الإنغاز استبدلت الإنغاز النقابات باتحادات مهنية لأنها تهرب من مسألة الأجور وزيادة، عندما تطالب بالحقوق يقول إنه هذا الاتحاد اتحاد مهني، ولكن النقابة كانت حلم لكل الصحفيين السودانيين. الصحفيين السودانيين كانوا بيعملوا في طيلة فترة نظام الإنقاذ خلف شبكة الصحفيين السودانيين. بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة كل كم الأجسام الثانية اتقسمت، شبكة الصحفيين اتقسمت منها، طلع منها جزء ثم نفسه استعادة نقابة الصحفيين السودانيين، ودي كانت في يوم 6 مايو 2019 أول جسم ينتخب لجنة تمهيدية انتخاب حر مباشر كانت الصحفيين السودانيين. الكلام ده كان يوم السبت 4 مايو 2019 بعد الثورة مباشرة. الجسم ده ما بعد ما انتخبوه طوالي مشى استعان بالصحفيين الموجودين داخل وخارج السودان، لأنه كان ما كان في قانون أو ما كانت في مسودة بتاعت مشروع قانون ينظم النقابة، لأنه احنا ما كنا معترفين بالاتحاد وما كنا بنتعامل مع الاتحاد بتعامل سياسة الأمر الواقع. بعدها شرعنا في أنه نجيب قانون، شفنا اجتمعنا مع النقابيين القدامى، اجتمعنا مع الصحفيين السودانيين القدامى داخل وخارج البلاد، عملوا لنا مسودة بتاعت مشروع نظام أساسي كون من 54 وال 55 مادة. النظام الأساسي ده عملنا له ورشتين، ورشة كانت في شهر 8 وورشة الثانية اتعملت في شهر 10. جاز بطريقته الأولية. بعد ذاك هذا النظام الأساسي قمنا ووضعناه ونشرناه طوالي، نشرنا النظام الأساسي في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، في موقع استعادة النقابة، في جروبات الصحفيين. النظام الأساسي ده هو البقى كان نواة إنه الصحفيين يجتمعوا يلتفوا حوله، أي زول شاله يتبناه، لأنه كان بجد هو مشروع بتاع نظام أساسي حقيقي بيخدم القضية، بيخدم الصحفيين وبيخدم قضايا المهنة. بالتالي كانت في 3 أجسام صحفية، أي جسم بيدعي إنه هو بيمثل الصحفيين. بعد ذلك كوننا لجنة مشتركة، اللجنة المشتركة دي جمعت 3 أجسام من كل جسم، كان في 5 ممثلين. بعد الأجسام المشتركة في فبراير عملنا توقيع على إعلان وحدة الأجسام المشتركة، وفي يوم 26 مارس 2021 نحن طوالي شرعنا في جمعية عمومية أولية، لأنه 26 مارس ليه؟ لأنه 26 مارس كان بيصادف مرور عام
على مصادقة السودان على الاتفاقية 87 بتتيح حريات العمل النقابي. طيب أستاذ وليد، تدريجيا حنجي للمحاور. بوجود نقابة الصحفيين كأول نقابة منتخبة منذ قبل العام 89 عندما تم حلها وتم الاستعانة بتقريبا كان المسمى قبل الاتحاد، قبل اتحاد الصحفيين كان في مسمى آخر ولكن جاء اتحاد الصحفيين السودانيين. بوجود نقابة الصحفيين، وجود الاتحاد والعالم الخارجي على المستوى العربي والدولي يتم الاعتراف بالاتحاد، اتحاد الصحفيين القديم للنظام البائد، وجود النقابة الحقيقية نقابة الصحفيين السودانيين عشان تمثل النقابة الصحفيين السودانيين والصحفيين وتمثل السودان وهي جهة مستقلة، المفروض يحصل شنو بالذات بعد إجازة المسودة يعني؟ نعم، بعد إجازة مسودة المشروع النظام الأساسي وإجازة الجمعية العمومية وإجازة بعد ذاك لجنة الانتخابات، وتمت انتخابات مباشرة وانتخبت مجلس بتكون من 39 شخص، زائد النقيب كان في النظام الأساسي إنه موقعه صندوق منفصل عن بقية أعضاء عضوية المجلس. الآن بعد ذاك الاتحاد الصحفيين السودانيين السابق كان هو مشاب ممثل للصحفيين بحكم الأمر الواقع في اتحاد الصحفيين العرب وفي اتحاد الصحفيين في الاتحاد الدولي للصحفيين. الآن نقابة الصحفيين هي بدأت في خطوات جادة وفي جريئة، تواصلنا مع الاتحاد الصحفيين العرب وتواصلنا مع الاتحاد الدولي للصحفيين. نحن النقابة يهداف في الشهر الثاني ولا الشهر الثالث من عضوية الاتحاد العالمي للصحفيين في لندن. الآن الاتحاد الدولي للصحفيين قدمنا طلب، هذا الطلب بينظر فيه في شهر أبريل القادم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين. طلبوا مننا استمارة العضوية، استمارة فيها مطلوبات كثيرة جدا، ملينا الاستمارة سلمناها للاتحاد الدولي للصحفيين، حتى عندما طلعت إشاعة بأن هنالك رفض من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين جانا رد من الاتحاد إنه الاجتماع سيكون في أبريل وليس في فبراير الحالي. فالآن احنا في انتظار شهر أبريل واجتماع الاتحاد الدولي للصحفيين، لأن الاجتماعات المكتب التنفيذي دائما بتكون على فترات طويلة ما بتكون طوال، وفي إجراءات عملية طويلة شقالين فيها، وفي لوبي لازم يكون عندك لوبي يدعمك، يكون عندك جهات بتسارد الطلب حقك اللي انت قدمته. يعني توقع في ابريل انه نقابه الصحفيين السودانيين تحل محل اتحاد الصحفيين السودانيين؟ ليست، ايوه هناك في كجسم يمثل الصحفيين، الاتحاد الدولي بيجمع اكثر من نقابه في اكثر من دوله الان، حتى كان في افريقيا في اكثر من اثيوبيا فيها 2 اتحاد، الصومال فيها، فرنسا فيها 5 نقابات، يعني ممكن في السودان هل يكون الاتحاد والنقابه مع بعض يعني؟ الزود بيحدث، احنا النقابه بتكون من عضويتها، هل العضويه الاكثر العضويه الفاعله وين؟ أيوة. هل العضويه في الاتحاد ام العضويه في وضح. النقابه؟ وضح. طيب. الشرعيه الاساسيه بتاتي لاي جسم من الجمعيه. طيب. العموميه وضحت الفكره. نعم. تماما. استاذ وليد، نقابه الصحفيين ميلاد بعد اكثر من 33 عام. نعم. نتكلم عن تأسيس دار حقيقية، هي دار مستقلة، إذا كان دار حكومية توفر الحكومة مقار ليها إنه تبدأ نشاطاتها بكل تفاصيلها، ولكن كون إنه يكون في دار فدي برضو قصة نجاح تبدأ لقادم مشرق بالنسبة للصحفيين. نعم طبعا، قصة الدار والناس كانوا بيتكلموا عن إنه حتى الناس يمشوا دار الاتحاد، نحن الصحفيين هم كان لهم سهم كبير جدا في ثورة ديسمبر المجيدة، وحتى عندما جاءت الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية، الحكومة المدنية، حكومة الثورة، كان الصحفيين لهم رأي واضح جدا إنه هم عاوزين انتخابات، عاوزين نقابة، ما عاوزين اتحاد. يعني كل النقابات، كل اللجان التسييرية تسلمت المقار بتاعت الاتحادات المهنية السابقة اللي كانت لأعضاء النظام البائد ودخلوا فيها وجددوا، وده حقهم. لكن احنا كصحفيين رفضنا انه نمشي نستلم دار الاتحاد الصحفيين بقرار من الحكومه المدنيه، اللي هي الحكومه التي شارك فيها الصحفيين ذاتهم، لكن كنا حريصين انه نحن جسمنا الدارين نجي ويكون جسم منتخب بحقيقيه باراده الصحفيين وليس اراده الحكومات او اراده اي جسم اخر. ولكن عندما جينا وبدأنا في إجراءات التأسيس وإجراءات الانتخابات وجدنا مساهمة ومساندة كبيرة من اللجان النظيرة، سواء كانت المحامين، دار المهندسين، الأطباء، المعلمين، كل اللجان
التمهيدية وليان كثير كانوا هم وقفوا معنا وساندونا، والنقابة دي مرت بظروف جات في ظرف بالغ التعقيد. وفي لحظة من اللحظات احنا حتى الشرطة انسحبت من أجراء أثناء اليوم الاختراع، يعني برضو كانوا الصحفيين صامدين وكانوا مستعدين، ما عندهم حاجة غير قلمهم إنه يدافع عن نقابتهم. دحلم النقابة على المقر قبل الانتخابات وقبل الجمعية العمومية كان في تحدي بيننا وبين زملائنا العاملين في الخارج وبين زملائنا المقتدرين وبين أبناء السودان البرر، إنه يا أخي إنتوا أقدروا أعملوا انتخابات حقيقية الناس كله عالم كله يشهد بها، وبعد ذاك يار المقر سهل ما فيه مشكلة. بعد ما حققنا الانتخابات عملنا الانتخابات وتمت بنجاح وكانت الكل راضي بالنتيجة والعالم كله شهيدة، بعد بحث بعد أكثر من شهرين استطعنا أننا نوجد لنا مقر. المقر الآن موجود بين شارع الجامعة وشارع الجمهورية، هو بيتكون من مبنى من طابقين، فيه قاعتين، قاعة رئيسية وقاعة صغرى فوق، وفيه مكاتب إدارية وفيه مساحة بتاعت منو. وفي هذه اللحظات نحن نترحم على روح زميلنا وفقيدنا فقيد الصحافة زميل عيسى جديد، بالأمس كانت هنالك ليلة عزاء أو تأبين له في دار نقابة الصحفيين السودانيين، نسأل الله له الرحمة. اللهم آمين. طيب أستاذ وليد، نقابة الصحفيين بكل الجسم الكبير اللي بيضم الصحفيين السودانيين والبرامج الموكلة على عاتق المفروض تنفذها بالنسبة للصحفيين في حفظ الحقوق والواجبات، تحتاج برضو لوقفة جادة. المؤسسات الحكومية أو الجهات التي تتبع للحكومة بيتم تمويل عن طريق الدولة، والجهات المستقلة بالذات لرقابة الصحفيين السودانيين من وين بيجي دعمها؟ هل برضو تشبيك مع المقتدرين من الصحفيين الخارج ولا في أجسام تانية ممكن تشبكوا معها أكثر؟ الآن إحنا المورد الرئيس لنقابة الصحفيين السودانيين هم الصحفيين أنفسهم، الصحفيين هم مولوا الحملة الانتخابية، مولوا العملية الانتخابية، مولوا الجمعية العمومية من سنام الصحفيين. الآن الاشتراكات الشهرية للعضوية، عضوية النقابة المسجلة، الشهر 2000 جنيه للعضو، في مساهمات من الصحفيين العاملين في القنوات الأجنبية بالبلاد، ودي لهم سهم كبير جدا، ومن هنا نرسل لهم التحية. وفي الصحفيين السودانيين العاملين بالخارج ديل برضو عندهم سهم كبير جدا بيصل لنقابة الصحفيين. هيستمر الوضع كده ولا ممكن يكون في بعد ذلك تمويل؟ هيستمر الوضع، هيستمر كده، والنقابة لازم هتخلق لها استثمارات سواء كان شراكات أو إيجار أو تستثمر حتى في المبنى اللي احنا أجرناه في قلب الخرطوم، فيه قاعة كبيرة جدا ممكن الناس تستغلها للإيجار لأغراض التشغيل ولأغراض حتى من دفع الإيجار. ولكن الصحفيين أنفسهم هم من يمولون هذه النقابة ويقفون خلفها. طيب أستاذ وليد، نحن عشان نغطي كل المحاور أو أغلبية المحاور اللي بتهم الصحفيين بالذات في تنميتهم وتنمية مشاريعهم وحفظ حقوقهم وواجباتهم، النقابة يداب تم تأسيس الدار لها، لكن في منجزات قبلية، يعني تكلم عن أبرز المنجزات اللي أنت عملتها بالنسبة للصحفيين في التوقيت ده بالتحديد. أولاً نحن الناس الآن بيتكلموا عن إنه عضوية النقابة الصحفيين أكثر بسيطة، أو أول ناس التصويت كان على أكثر من 700، الناس المسجلين داخل وخارج السودان كانوا 1350 صحفي وصحفية، دي عضوية نقابة الصحفيين، دي من الحاجات اللي قدرنا نحصرها. في ناس ما كانوا بين يعني بين إنه يمشي النقابة يسجلوا ولا ما يسجلوا. الآن التسجيل بعد تأسيس النقابة فاعل أكثر من 500، يعني عضوية النقابة حاليا الفاعلة أكثر من 2000. عضوية نقابة اتحاد الصحفيين السابق هم بيتحدث عن 7000 حقيقة، صح 7000، لكن 7000 ده سجل الصحفيين السودانيين من 52 وحتى 2019 في نظام سقوط البشير. العضوية النشطة الفاعلة اللي بتطلع بطاقاتها وبتكون حايمة هي كانت في حدود 1600 ل 1500، ديل العضوية، ديل الصحفيين الحقيقيين. أي دول الآن بيدخل نقابة الصحفيين السودانيين بيعرف إنه ديل الصحفيين سواء كانوا شغالين سواء كانوا في القنوات أو في الإذاعات. الشروط شنو يعني بالنسبة للصحفيين؟ شروط عضوية النقابة الصحفيين، كل صحفي سوداني يمارس مهنة الصحافة هي أيا كان صحافة بمسماه ورقية الصحافة، معرفين الصحفي المنتج المخبر المصحح المدقق رسام الكاركتير،
كلها مدخلة في تعريف الصحفي، حتى خاطين للصحفي تحت التدريب، يعني خريجي كليات الإعلام، الناس اللي تخرجوا من كليات الإعلام ومدربين عنده فترة بتاعت سنة بيدربوا فيها، بعد ذاك المؤسسة حقته تعتبره ويسجل فيه النقابة كعضوية صحفي تحت التدريب. يعني الاعتماد الرئيس من المؤسسة برضه من النقابة ومن النقابة ومن نقابة الصحفي. طيب عشان ما فضل لنا كثير أستاذ وليد، نشوف سلطتكم يعني بالنسبة للصحف الآن الورقية والمواقع الإلكترونية بالنسبة للنقابة، هل هي سلطة تنفيذية ولا أنتم برضو بتراعوا شنو في الحاجة دي؟ نحن حتى اللحظة ما عندنا سلطة تنفيذية، سلطة تنفيذية سلطة الدولة، ولكن النقابة لنا عضويتنا. الآن احنا بدينا خطوات في التواصل مع المؤسسات الإعلامية خاصة الصحف، لأنه عندنا أوضاع الصحفيين، مرتبات الصحفيين تكاد ضيقة جدا. مش ما قادر أسميها شنو يعني، لكن بأسة جدا. المؤسسات الإعلامية برضو قعدنا معهم، عندهم مشاكل كبيرة جدا بتعاني منها، فعشان نحن نقدر نعمل معالجة لازم نحتك بالدولة، لازم نتفاهم معها، باعتبار إنه في كثير من الأتاوات والرسوم على الصحف وعلى المؤسسات الإعلامية يتم تخفيضها، لأنه هذه الصحف تقدر تدي الصحفيين مرتبات محترمة. في بوادر أمل من الدولة بالنسبة للتشبيك معهم؟ لحد اللحظة احنا لم نبدأ خطوة واحدة اتجاهها، ولكن بدأنا الخطوات مع المؤسسات الإعلامية أولا، ومن ثم نجلس مع الدولة. طيب أخيرا وبشكل سريع، الإعلام الإلكتروني أو الصحافة الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي بيجت تشغل حيز كبير جدا من المهتمين بالنسبة للرعاة بالذات، لأن الصحف الورقية بحسب رايب إنه سرعة انتشارها أو سرعة الخبر فيها بعد التدقيق ما بالصورة المطلوبة. عشان نقدر نوازن ما بين الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية، المفروض يحصل شنو في التوقيت؟ المفروض يحصل بالتحديد في الآن الصحافة الإلكترونية، أو إحنا ما بنقدر نسميها صحافة، لأنه هي أي زول بفتح له صفحة في الويب سايت وبيجي بيقول هو عنده، لكن هذه يجب إنه يكون لها ضوابط. أي موقع إلكتروني يكون عنده رئيس تحرير، يكون عنده محررين معروفين بيشتغلوا معاه، لكن ويكون صحفي ممارس للمهنة ومعروف، يعني الشروط التي المفروض يكون إذا جاءت دولة مدنية حيكون في قانون للصحافة الإلكترونية يضع الشروط حتى لضمان حقوق، حتى الموقع نفسه يكون عنده رئيس تحرير معروف وعنده سجل معروف، يدفع للصحفي زي ما الجريدة بتدفع تأمين طبي، الموقع الإلكتروني يدفع تأمين طبي للشغالين معه. والله في دليل عافية إنه حتى الصحف الورقية بقت تنشط بشكل كبير جدا في مواقعها وتصل لحقيقة الأمر، وصحيح كثير من الأخبار الزائفة بصورة سريعة. أنا مقدر جدا حضورك أستاذ وليد النور زكريا، سكرتير الشؤون الاجتماعية بنقابة الصحفيين السودانيين، على حضورك صباحا وكل الروشتات اللي أنت قدمتها في بريد الدولة وفي بريد المشاهد والصحفيين. كتر خيرك وإن شاء الله النجاحات نحن معاكم. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله. شكرا.